إلى الدور المقبل من منافسة كأس الجزائر. حقيقة ربما هذه النتيجة رغم اللعب مع فريق هاوي، فريق من قسم مش الهواة، مستوى تاع من قسم الهواة، ولكن ربما النتيجه 3-0 هذه راح تخليهم يلعبوا المقابلات تاع البطوله بكل قوه، وخاصه ايضا تسجيل الاهداف، لان المشكل تاع بالوزياد هو عدم تسجيل كثير من الاهداف، وهذا من حاجه اللي منيحه ثاني، والفريق ما تلقاش اهداف المقابله هذه، ربما هذه النتيجه راح تاثر عليه ايجابيا في البطوله، لان الهدف تاعهم هو البقاء، خاصة وأن الجماهير من دون شك ستدعم الفريق. هذا الفوز أكيد تصالح الآن الفريق مع الجماهير التي ستكون سند للفريق في المباريات المتبقية من البطولة. حقيقة شباب الوزداد وكل فريق كبير وعريق لوجيز اوبجيكتيف تاعو انه يلعب الأضواء الاولى، ولكن هذا العام كي راهو يلعب البقاء نظن راح يلعب الكاس الاخير يديرها كهدف. النتيجه تاع اليوم اللي يروح ربع نهائي راح تخلي ثاني الانصار يوقف معاه في المقابله القادمه، لان في الثلاث المقابله تاع البطوله ما انهزمش، ولكن دار ثلاث تعادلات، هو محتاج الانتصارات باش يعاود يولي في البطولة، لهذا نظن نتيجة تعليم ربما